على الطرف بديلا لاحمد عبد القادر لو حصل؟ شايف انه تغيير صحيح ووجود قفشه من بدايه اللقاء، وكابتن طه نقطه مهمه جدا على كريم فؤاد، قال هل كان من الافضل انه يبقى بديل بينزل يغير من شكل المباراه؟ وانت كان ليك ملحوظه على موضوع محمد شريف وشادي حسين. بالظبط، يعني انا عايز اتكلم على ملحوظه حضرتك قلتها الاول، ان النادي الاهلي ما بفضلش ملعب السويس. نعم، وانا عارف ان حضرتك قصد ايه، ان الهواء، عشان الهواء اللي أيوة. موجود وعشان نجيله تقيله. مظبوط، حتى كلهم بالظبط. نعم، عشان كده يعني احنا لما نروح نلعب النجيله تقيله جدا وده هيتعب لعيبه النادي الاهلي النهارده كتير في معدل الجري والهواء، ان النادي الاهلي لازم يلعب كره على الارض. نعم، كره ما تعلاش. ده بالنسبه للملعب، دي الملحوظه اللي اتكلمت فيها، ودي احنا بالنسبه لنا زي ملعب الجونه كده بالظبط بالنسبه للهواء. دي اول حاجه. بالنسبه لمحمد شريف ولشادي حسين، بتفق طبعا مع كلام كابتن حازم. انا مهاجم لما احس ان انا موجود في الملعب لو ما سجلتش جون للدقيقه 60 هخرج، هيخليني متوتر في كل قراراتي. نعم، وباخد ده اللي باين مع شادي حسين. وانا نصيحه ليه على الهواء بقول له: شادي، انت واحد من المهاجمين اللي انا بحبهم بشكل جيد جدا، وانت مهاجم عندك مكانات كبيره جدا، ما تزهقش ان الكره ما جاتلكش فتسيب مكانك وتروح عشان تظهر وتستلم كره. نعم، لان ده بياخد منك في الواجبات الاساسيه بتاعتك الهجوميه كتير. ايوه، وده بيحصل ليه؟ لما اللعيب بيحس ان هو في فتره من الفترات يا كابتن شوبير انا لو ما لمستش كره وما ظهرتش المدرب هيغيرني، فبيبدا يظهر في الحته اللي فيها كره. محمد شريف الماتش الزمالك لا، عكسها، نزل كان كل شغله ايجابي. مزبوط، كله على المرمى. صحيح، هو ده اللي انا عايزه من مهاجم النادي الاهلي. وشه للمرمى، لعبه في اوقات بيساعد طبعا. نعم، لكن الاساس هو اللي سجل. انا اتمنى ان يبقى لعيب ياخد ماتشين ثلاثه طول ما الفرقه بتكسب. أي، والدنيا ماشيه صح واللعيب بيأدي اداء جيد يفضل مكمل، ياخد له ماتشين ثلاثه ورا بعض، لو المستوى نزل ابدا اغير. لكن فكره كل ماتش لازم الاثنين يتغيروا في الماتش والماتش اللي بعده اللي بدا يقعد، يعني صحيح. نفسي في نقطه ليا وجهه نظر. اتفضل. انت بتدور على اللعيب ومعنوياته، لكن المدرب عايز يكسب. فلو العمليه استمرت لحد ما بقى الدقيقه 70 وما جابش جوال، هو عايز يكسب. خلي بالك، انا كمل حضرتك نقطه. لو اتغير وهو كسبان، كلامي ده كله قلته في حاله ان الفرقه بتكسب. ماشي، انا ما قلتش ان احنا لو خسران غيره طبعا. هو وحش، مش خسران، مش خسران او متعادل غيره. ما هي دي النقطه اللي بتكلم عليها دي. يعني هو افرض ان انت لحد دقيقه 70 غيره، ما هو بيغير كده، يعني عمره ما بيغيره وهو كسبان. انا ما بنطقتش المدرب يا دكتور طه خالص. انا مش بتكلم عن المدرب، انا بتكلم، انا بتكلم برضه بلغه المدرب. يعني انا لو عندي اللعيب لحد دقيقه 70 وما جابش، كابتن طه افرض هو مثلا المهاجم كويس بس 0-0 بيغيروا. انا عجبني امبارح مثلا زوران في الاتحاد السكندري راح منزل مبلولو مع يعني قصدك كابتن. خلي بالك كلام كلام حازم انا معاه في حاجه. نعم، لو ده البرسنتج بتاع التسجيل بتاعه طول الوقت كويس هستناه لاخر دقيقه. نعم، لكن اذا كان البرسنتج بتاعه قليل لسه الاثنين قليل فانا بقول ربما لو انا غيرته في اخر ربع ساعه الثاني ممكن يبقى موفق، لان انا عايز اكسب الماتش. هو اللي لكن لو هو واحد مستمر وبيكسب ده استناه لو قعد ما جابش جول لحد اخر دقيقه. هو ده اللي بيخليه يعمل كده، ان هو لسه الاثنين بالظبط ما حسش بالميزه دي. زي ما دكتور انا بتكلم. نعم، انا كلامي كان واضح يا كابتن شوبير في قصه لو الفرقه بتكسب. نعم، الفرقه بتكسب خلاص ما عنديش مشكله لاني مش محتاج. بالظبط، ممكن اسيبه الامور تستحمل نفسها. لكن لو الفرقه بتكسبش لا طبعا غيره وخرج نزل لعيب تاني. ما عنديش مشكله في ده. ده بالنسبه للمهاجمين. حضرتك كلمتني على كريم فؤاد. نعم، الراجل بطبعه بيغير، الراجل بيغامر، الراجل مغامر جدا. دكتور طه اتكلم في قصه كريم فؤاد، احنا كنا موجودين في الاستوديو. لقينا كريم فؤاد بينزل، كلنا كنا بتعمل ايه وبتلعبه هنا كمان في البيت والله. انت بتلعبه هنا كمان. نعم، خلص الماتش. احنا كلنا بنقول نجم. نعم، نجم الماتش كريم. نعم، فؤاد. فالنقطة كلها الراجل نزله في مباراه الزمالك، سجل هدف وعمل اداء. انا بحيي كريم. نعم، على روحه وعلى اصراره وعلى تركيزه وعلى رغبته في الملعب. نعم، فالراجل النهارده حابب يشوف من اول ماتش اول مباراه بالزبط هيعمل ايه. ممكن يبقى هو لعيب اساسي ويبقى موجود في المكان ده. نعم، فانا بحيي الراجل صراحه على ان هو عامل روح بين اللعيبه وعامل منافسه بين اللعيبه قويه جدا جدا. نعم، هي اللي مخليها اداء النادي الاهلي بالشكل ده. طيب، الاثنين اللي بره قائمة النادي الأهلي مصطفى شوبير ومحمد مغربي، والباقيين كلهم داخل قائمة النادي الأهلي. خلينا نروح لفاصل نرجع نتكلم على فريق الداخلية.